أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الزراعة. اليوم نرجع نحكي على نبات عمة القاضي. هذا النبات المميز بالأزهار ومنظر الكرات والأشواك تبعه والأزهار. هلأ مثل ما لكم شايفين هدول الأزهار اليابسانة اللي كانوا مفتحين من فترة. هلأ إحنا هون مثل ما لكم شايفين إنه القصيص عليهم صار كتير صغير. هلأ أنا جهزت واحد أكبر، بدي أنقل الشوكة الكبيرة للقصيص اللي أكبر أو للحوض اللي أكبر لحتى تكبر أكتر وأكتر، لأنه هي بالبداية كانت كتير صغيرة قد هدول الولاد تبعها. وهدول كمان الولاد رح يرجعون على نفس القصيص اللي هلأ موجودين فيه، وإن شاء الله هذا يكون العمل سهل بالنسبة لنا، لأنه بتعرفوا هي كلها أشواك والشوك بشك بالإيدين. صح بيوجع شوي بس لذيذ، لأنه رح نحصل على نباتات جديدة ورح نحصل على كرات حجمها أكبر من الموجودين. خليكم معي وأهلا وسهلا فيكم. عندكم أي أدوات خشب أو إذا عندكم ملقط أو شيء؟ شايفين هدول هلأ الأزهار تبعها، وشايفين هون طالع عنا أفرع البقلة أو الرجلة. بحاول هلأ بس حددها لشوف إذا بقدر أقلب الحوض يكون أحسن. هلأ أنا تركته بلا سقاية تقريبا شي 3-4 أيام، 3-4 أيام بالصيف يعني فترة كتير طويلة. وهلأ بعد ما حركته شوي بقى هيك مثل ما نكون شايفين طبعا، هلأ بدنا نبدأ نطلعهم جزء جزء على مهلنا. ممكن نستعمل شوكة، ممكن نستعمل أي شيء عنا. لأنه نحنا ما بدنا نموت الجذور تبعه، بس بدنا نقدر ننقلهم بشكل سليم. يعني عارفين هلا لحنا في عنا عادة بتقول انه لازم مثلا وقت نقطف الشجرة المحصول يلي فيها انه نخلي للأم ثمرة واحدة بقلب الشجرة لحتى ما تزعل. هلا انا كمان لحاول املى كل ولادة هدول وخلي بس نبتة واحدة معلقة فيها مشان ما يزعل النبات. ابدأ شوي شوي. هي مع الخشب بس مكسورة بس بتنفع لهذا العمل. شايفين هي اول جزء بنحطه على جنب، ننقل لهون. عمل ممتع، الزراعة كتير حلوة. شايفين هيك بيطلعوا هلا مشان ما كتير نأذي الجذور تبع النبات. كل ما منغير القصيص او الاحواض طبعا كل ما النبات بيكبر وبيكتر، بصير نقدر نوزع منه لكل قرايبينا واصدقائنا. وإذا هلأ حدا بده من هذا النبات يقلي ببعت له منه، خاصة اللي عايشين بسوريا. هلأ رح خلي هاي بس لحقيم هدول تبع البقلة. حتى هون في واحدة صغيرة شايفين ليك هون. يلا هلأ هيك في هاي كمان لحقيمة.
لهي الام شايفين هلا نحن عم نقدر نقص شوي من هدول اذا بدنا بالمقص تبع الزريعه رح خلي هاي الصغيرة وقيم هاي بدي خليها بس وحدة صغيرة لقيت وحدة صغيرة احسن ما خلي هاي الكبيرة ضايقة بفترة النمو هلا هون في هاي كمان رح قيمها رح خلي بس هاي وحدة بكفيها هلا رح ازرعها هون نعمل حفرة بالتربة اي تربة موجودة عندكم بالبيت ممكن تزرعوا فيها هذا النبات مثل ما قلت لكم فيكم تقصوا الجذور اللي طويلة هلا هيك كتير رح تنبسط هاي النبتة وعملت القاضي هاي رح ترجع تعطينا اولاد قد هدول كل ما عم نغير لها كل ما هي الطابة الشوكية او الكرة بتكبر وهلا خلصنا تقريبا هلا باقي نسقيها نرجع هديك نزرعهم هلا بعد ما زرعناها رح نسقيها هي انا ما بفضل انه نغسلها بس مره واحده هلا بعد ما نزرعها لازم بس نسقي التراب اللي حواليها لانه هي ما بتحب تنرش بالمي هلا انا بدي اغسلها من الاتربه اللي اجت عليها هلا بعد ما نعمل هالطريقه نسقيها رح نحاول شوي اذا في عليها اشي انه ننظفها شوي قد ما بنقدر شايفين هون كان بده يطلع ورد وما طلع يبس كمان نتخلص منهم رح تابع هلا انا هيك عملية التنظيف تبعها وارجع اغسلها شايفين هي اعشاب يابسة لازم نتخلص منها مشان وقت تكبر يكون منظرها كتير حلو ومميز هون شقفة بقلة لازم قيمة كمان هاي البنت اللي خليناها لإلها هلا برجع بقرب عليها شوي التراب حتى هون شوي لازم عشان ما تموت هذا كله العشب يابس لازم نتخلص منه شايفين هلا اول فترة رح خليها بالفي ما رح طلعها على الشمس بس تتعود على التربة الجديدة برجع بطلعها بحطها على السطح لحتى تعطينا ازهار جديدة وهيك بدنا نضغط على التراب على التربة هي كلها لازم هيك نضغط مشان نطلع كل المي اللي فيها والهواء اهم شي يطلع الهواء رح ارجع هلا اغسلها وهيك بنكون زرعنا الام هلا بنزرع الاولاد
رح نبدأ هلأ ناخد الكرات الصغار وننظف حواليهم بهالطريقة على مهلنا. هيك على مهلنا واحدة واحدة بدنا ننظفهم مشان نزرعهم بالتربة وهنن نضاف. وكل شي جذور متعلقة فيهم مو لإلهم كمان منحاول إنه نقيمهم. هلأ هي أول وحدة كل شي فيها منحاول إنه نقيمهم منحطها هون. ناخد وحدة تانية هلأ هي مثلا. منكرر هي العملية بباقي كل الأشواك. نشتغل هيك على مهلنا. بعدين رح نزرعهم مثل ما زرعنا الام تبعهم. هو العمل هذا بياخد وقت، تتسلوا تحصلوا على نبات جديد وصغير ونظيف. رح تابع الباقي وارجع لكم. هلا بعد ما خلصت تنظيفهم مثل ما لكم شايفين، هلا بالنص نفتح حفرة. انا بحب احط الكبيرة دايما بالنص بهالطريقة، ورح احط حواليها كام قطعة من هدول الصغار. هلا هدول فيكم تقصوهم، الجذور مثلا ما تخلوهم طوال، فيكم تقصوهم او فيكم تزرعوا هاي الصغيرة لحالها وهي بعد فترة رح تكبر. يعني عندكم عدة طرق لحتى تزرعوا بأي طريقة انتو بتلاقوها مريحة بالنسبة لكم. هذا هي التربة مسمدة فيها سماد عضوي عشان دغري ينمو ويكبروا. طبعا هذا هلأ الترابي هون كله رح ننظفه. رح تابع الزراعة بنفس الطريقة وارجع لكم. اتمنى تكونوا استفدتوا من هالفكرة، ودائما تتشجعوا وتزرعوا مثل هاي النباتات الشوكية الرائعة. هلا نظفتهم وبتمنى تشاركوا اصحابكم. وزرعت هون كمان، رجعت البقلة كتير حلوين. شاركوا اصحابكم، ما تنسوا اللايك ودائما ادعموني، لان عن جد المشاهدات عندي كتير قليلة وما رح اقدر استمر اذا هيك. وبتمنى التوفيق للجميع، واهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.